الرسالة إذن واضحة واضحة ولا شرط على المحافظة ديروا لهم مرافقة التكوين. جلسة عمل مع لجنة التنظيم ومقابلة مع السيد محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط باقتراح من المحافظة بالرد أيضا الإيجابي للجنة التنظيم لأنها عندها أفكار أيضا بإدراج البعد الأمازيغي في مراسم الافتتاح ومراسم الاختتام تاع الألعاب وكذلك إدراج مقترح جاد تاع المحافظة السامية الأمازيغية من خلال تنظيم فعالية ملتقى أكاديمي حول البعد التاريخي والأنثروبولوجي لأسماء الأعلام كذلك من خلال تقديم إصدارات ذات جودة حول العديد من المواضيع لتقدم أيضا للضيوف لأن الضيف ليجي زور بلد في إطار فعاليات كبرى لابد أن يعرف أن الجزائر عندها كنوز ثقافية كنوز تراثية وأن عندها كما يقولوا عناصر تراث لا مادي نفتخر بها.